في أقل من دقيقة. يا جماعة الخير، مهما كانت المسابقة ومهما كانت المكان اللي أنت فيه، أيا كان وأيا كان جنسك وأيا كان نوعك، الاحترام لابد يكون موجود. التهميش ما هو بزين، انك تشوف لك رجال ومتهمشه وتستحقره ما هي بزينه. تشوف لك انسان، اي انسان كان سواء رجال مره اللي يكون، يا جماعه الخير لغه التهميش ولغه الاحتقار لغه ما هي طيبه، ولا يفعلها الا واحد حقيقه احشم اذانيكم من سماع الوصف هذا. لا تحقر أحد، سواء عنده شيء يقدمه أو ما عنده شيء يقدمه، مبدع في الشيء اللي يقدمه، ما لك علاقة فيه يا أخي. لا تستحقره. جماعة الخير، في مقطع بيترجم لكم الشيء اللي أنا تكلمت عنه. عطوني المقطع، عرضوه وزهموا لي بندر العلي في الكرسي روم. لا يلا. على يلهب بالباردة عجليه بي، على يلهب بالباردة، ولا يلهب بالباردة عجليه بي. حصل ما حصل والعبد يرضى على المقسوم، يدور الزمان ويخلف العزم والهمة. لكن بسألك، طرات الرجل لا لحقاه من الزمان هموم، ما يدري بسده كودي خيرة بني عمه. عليك الفرج يا الله يا حي يا قيوم، إله عباده كلها تلتفت يمه. حصل ما حصل والعبد يرضى على المقسوم، يدور الزمان ويخلف العزم والهمة. يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 لا. يسعد صباح بندر، صباح الخير. لا 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 يا لا 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 يا لا تقطع حبل افكاري، خلني اسوي قصيده. راح تسمعني؟ يا نعم. انت تسمعني؟ نعم بسرعه. شلون؟ يا لا 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 يا لا 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 لا. نعم ها، نعم نعم ها. ما عاد ابغى قصايد، ما عاد ابغى شيله. يلا نعم تفضل. شلونك؟ الحمد لله. بندر، وشلون فقرة إبراهيم؟ شلون كانت؟ أي إبراهيم؟ إبراهيم من اليوم كانت في فقرة صح؟ ما أدري. لا صدق والله. صدق والله. إيش الدين؟ ما كيف أعلن الدين؟ كيف أعرف الدين بالدين؟ الدين ما وش جاهز بندر؟ أعطوني. ها بندر. يا مرحبا، حياك الله. شفت المقطع؟ شفته. ايش رايك فيه؟ عادي، مقطع عادي. انت تشوف انه عادي؟ ايه، لاني انا عندي موهبه ابغى اقدمها. امحق موهبه والله. والله امحق 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 موهبه. والله رايك رايك. امحق موهبه. رايك رايك. امحق تواجد. امحق تواجد. يلا تمام. والله لو عندي السلطه، اسمعني، والله لو عندي السلطه، والله لو عندي السلطه في استبعادك من ذا البرنامج استبعدك. الحمد لله ما عندك سلطه. والله لو عندي السلطه ولو بيسمع كلامي اني اقول استبعد وبندر عنه. والله العظيم ايش اللي قاعد تسويه؟ انت تقتل المواهب. ايش اللي قاعد تسويه؟ ما خليتني اكملها. ايش اللي قاعد تسويه؟ انا قاعد اجر صوتي وهو يقطع افكاري. كيف تسوي تقطع؟ زميلك عندك، زميلك عندك يكلمك ويناديك يا بندر يا بندر يا بندر وطنشه. انا قاعد ابني حبل افكاري متصل. انا قاعد الحبل وش ذا الافكار؟ الحين ما بتقدر انت تسمعني وانا اسمعك الحين. وش ذا الافكار؟ انا اذا تكلمت قاعد اسمعك. وقف. اول شيء ناظرنا، ايش ذا الافكار اللي عندك اللي بتقدمها؟ عندي افكار ما هي عندي. والله ما عندك من الفكر كفحه. يلا ما دام انك خسرت خويك وحقرت خويك، اما عندك من الفكر كفحه يا بندر.
يلا تمام ماشي. خويك يناديك يا رجل، يا رجل عيب. وش موقفك من مجال؟ بعطيك مجال. خليك لا تقاطعني. وش موقفك من اهلك اللي يتابعونك؟ ايه طيب. وش موقفك من اخوياك؟ وش موقفك من الناس؟ لحظة يلا تمام. لحظة طيب. لحظة لحظة لفيت عليك والله، لفيت عليك وطلعك والله. ماني في الجنة والله، لفيت وطلعك والله. اسمع انا جبتك عشان اسمع منك، عشان اسمع منك. يلا تمام. سمعت منك اجابة اسوأ من الشيء اللي سويته. يلا اسلم. كيف 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 تحصر خويك؟ كيف تحقنه بهذه الطريقة؟ هذا الشيء اللي انت سويته يا بندر والله ما يرضي احد. انا قاعد اطالع قسم بالله، ما هم من الاعداد والمقطع هذا معروض لي، والله اني طالع وانا في البيت اقول هذا بندر العلي. لا لا مستحيل يا جماعة الخير، ومركزين عليك بالكاميرا ما شالوها. تمنيت انهم شالوها، والله تمنيت انهم شالوها. ولا نشوفك يا بندر بهذه الصورة اللي ما يستاهلها، ما يستاهلون الناس اللي ورا الشاشات يحبونك، ما يستاهلون هذا الفعل منك. فعلك يا بندر اليوم فعل تعبان مرة. تستحقر خويك بهذه الطريقة يا رجل؟ لا حياة ولا مزة. ليه يا أخي؟ ايش عندك؟ تكلم تحدد. خلصت؟ ايه خلصت. لاني ما ابغى اقاطعك عشان لا اقطع حبل افكارك. يا اخي اتركني من الحبل الافكار لين ما عندك افكار. يلا تمام. ابعد عني الحبل الافكار هذه، عندك غيرها شيء؟ خلصت عشان ابدا. حول ولا قوة الا بالله. طيب صل على النبي. اخلص. صل على النبي. فيك من صلى على النبي. حنا نقول اللهم صلي على نبينا محمد في كل لحظة. جزاك الله خير. اول شيء يا طويل العمر فلا تاخذني بالصوت، خذني بحلمك الله يطول عمرك. الصوت العالي يمكن ما بسمعه. يا اخي خل منك الصوت واعطى جواب يا رجال. اسمع الشيء الثاني. اسمعني. انت ما تجي هنا تعطي دروس. انا اعطي ملاحظه. انت تجي تجاوب وتمشي. وبعطيك ملاحظتي. لا تعطيني ملاحظه، ماني في حاجه ملاحظات. يلا تمام يلا تمام. انت بعد ما حقرت خويك لا اشوف لك ملاحظات ولا اشوف لك شيء. يلا تمام. تكلم. طيب اكمل ولا بتقطع علي؟ لاني سمعت. تفضل. اول شيء قلنا اللهم صل على رسول الله، هذا الشيء. عليه افضل الصلاه والسلام. الشيء الثاني يا طويل العمر خذني بحلمك الله يطول عمرك. اخلص. الشيء أخلص. الثالث. الشيء أخلص. الثالث. طيب خليني اكمل. اخلص. خليني اكمل يا رجال. اخلص. يلا تمام. الشيء الثالث يا طويل العمر انا قاعد استرسل في الافكار وابغى ابني قصيده، وانا مفهم اخويا، ترى هذا اخويا اللي تبغى تطلعني بصوره شينه قدام الناس، هذا نواف العرماني اخويا. لو انك انت على قولتك تشوف الناس من منظارك ما انخشيت ورا الماسه، انخشيت ورا الماسه المره الاولى يوم طلع نواف. هذا فيها صوره يسالك قدام اهلك وجماهيرك وناسك، هذا رد عليك. الشيء اللي من ناحيتي من صوبي انا قاعد وهو يعرفني، قلت اذا بديت في قصيده ولا موال لا تقطع حبل افكاري، انا عندي موهبه تبينت لي في هذا المجال، اني احاول ابني البيوت، احاول اطلع بصوتي جميل، وما شاء الله تبارك الله، بديت في الموضوع حبه حبه حبه، هو يقول بندر مثل هذاك، يقول ولد طالع فيا، ولد. ما صحيح. هذا رايك، اللي يقول ما صحيح هذا رايك، هذا كلام البريك الله يطول عمرك. خلص اخلص. خلصت؟ تبغاني اخلص؟ تم. خلصت. خلصت؟ خلصت. سؤال، انت شاعر؟ نقول ان شاء الله. ها؟ نقول ان شاء الله. تسمع صوتي؟ السؤال واضح. انت شاعر. تسمع صوتي؟ انت شاعر. صوتي واضح. انت شاعر؟ لا انا مستشعر. ايش؟ مستشعر، احب الشعر. يعني ما انت شاعر؟ متذوق. باخذك والله. شوف يا بندر، والله ما اسهل منها فيت عليك واقول لك روح عند اخوياك والله، لكن ما ابغى الناس اللي يحبونك ورا الشاشه يقولون بريك ما اعطاه فرصه. الفعل اللي سويته. طيب انت منشد؟ ماني منشد، انا اقول عندي موهبه. لحظه اسالك جاوبني، انت منشد؟ انا احاول، انا في محاوله الان. انا في محاوله الله. ما خليتني. انت مثل نواف قاعد يقول اصبر لحظه بندر. لا عندك لحظه، لا عندك قصيده ولا عندك لحن وكلمات جاي تبي تسويها عشان فعلا نقول يا نواف ترى قطعت على زميلك. يا اخي اسكت يا نواف، اسكت يا اخي، خلي الرجال يجهز لنا، نبغاه يجهز لنا شيء يبهر فيه الجمهور. لا انت بشاعر ولا انت منشد. تمام. تسحب في الاوراق في ذا القريه، رايح جاي ما عندك شيء.
ما عندك شيء تقدمه يا بندر. فالأخير جبت العيد في خويك اللي تقول لي برايك الحين بزرع بيني وبين فتنة. ما بزرع بينك وبين فتنة، لكن في ناس برا ما تمنوك انك تطلع بهذه الصورة، والناس هذولي من اقرب الناس لك، ما تمنوك بهذه الصورة. الصورة الشيء اللي انت فعلته هذا فعل ما ينفع لك يا بندر، ولا يليق بك يا بندر، ولا يصلح لك يا بندر. فهمتني؟ لا ما فهمت. ولا ما فهمت؟ أنا أسمع منك وأفهم منك. تبي تشوف كلام الجمهور؟ تبي أوريك؟ أنا سمعت منك وبفهم. تبي أوريك؟ طيب خلني أتحاكى. تبي أوريك؟ توريني إيش؟ أوريك صوت الجمهور. أنا أول شيء الجمهور. تبي أوريك ولا لا؟ تبي أوريك؟ أمسي عليه بالخير. تبي أوريك ولا لا؟ وأقول صل على النبي. يا أخي عطوا عطوا التغريدة للمشاهدين. اتركوا بندر، عطوا لي هالمشاهدين، عطوا لي التغريدة. اقرأ يا بندر. طيب والله اللي جالس يصير للعرماني عيب، صدق عيب، ما عليش حتى لو ما تطيقونه، والله ما تعاملونه كذا. يا أخي أنت رجال ما تستحي على وجهك وتحترم الرجال اللي قدامك، وبعدين يجي الواحد يقول أنا ما أرضى على أخوياي اللي ما أرضاها على نفسي. لا ما عليش من الناحية هذه أنت كشخص صرت قليل أدب، مع كامل احترامي تقنعني أنك ترضى أن أحد يكلمك بهالأسلوب؟ خلصت عشان ارد عليك. ما هو انا، ما هو انا، هذه التغريده، التغريده هذه التغريده يا يعني هذه التغريده اللي رفعت ضغطي ورفعت ضغط الاداره كلها، لانك احدى المتسابقين وبعد ترفع ضغط اخوياك يا بندر، لانك جبت لهم كلام ما هم بحاجته. طيب تسمح لي بس تعطيني مساحه. رجع سمعتك انا لين دخت، انا بالنسبه لي ما عاد بسمع. شكرا لك، يعطيك العافيه. واللي اعطى التغريده ما هو بندر. طيب اصبر يا بندر، اصبر بس اسمع يا بندر. لا 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 اصبر يا رجال. يا والله ما عندك شيء، والله ما عندك شيء. لا اله الا الله. علي صالح بس يا رجال تسمع؟ ارفعوا صوته. ما انت سامع؟ لا لا ما حد سامعك. تسمع؟ ارفعوا صوته. خلاص مفيت مفيت مفيت. روح صباح الخير. اجلس 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 اجلس. والله العظيم لو نقدرني عليك صواب ما تطلع غير انك مخطي. ارجع ارجع، ما انت براجع لانك مخطي، والله ما ترجع. صاحب القرار محمد المنصور، مع كامل احترامي لك، العينة هذه عزتيله من لحان قصيدتك له. رد عليه واقطع لحنك وارجع كمل. اعطوني نواف العرماني في الكفش الروم. نواف العرماني تعال. يوم سالناه قبل شوي انا اللي يغبنن اكثر انه اجابته بكل برود يقول والله انا بقدم موهبه. يا اخي تقدم موهبه على كرامه زميلك؟ يا اخي احنا في ناس وفي ناس تتابع وراك، تبي تقدم لي موهبه على انك تحقر زميلك؟ انا ما هي للاسف ما تمنيت ان هالتصرفات هذه تطلع من بندر، لكن عاد مثل هالقرارات ومثل هالتصرفات هذه تغبن الواحد. ابو بدر هذا اقل تصرف منه، اخر تصرف منه قام بعدم احترام، ما استاذن ولا اعتذر ولا برر. هذا انسان ما هو محترم، ولا بين انه محترم معنا، ما احترمنا. لو انه احترمنا كان استاذن وبرر وطلع مع الباب. لما يكونون الرجال يتكلمون سواء مخطين ولا ما هم مخطين، استاذن واطلع، سواء الخطأ عليك ولا لك. ما هو بتخلي الرجل يتكلم وتطلع يا قليل الحجة. هذا عدم 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 القدرة على على عدم عدم القدرة على المواجهة، عدم القدرة على أصبر، عدم القدرة على الصبر على المنافسة. أنتم كلكم خريجين برامج واقع، صح ولا لا؟ صحيح. برامج الواقع أنا قلتها لهم قبل، لكن فهمها من فهمها، واللي ما فهمها أمثال بندر كثير ما فهموها. بندر ما فهمها، قلت هذا مداحم وترى ما يصبر على ذا المكان. هلا الرجال ولد رجال، اصبر عليه
ليش؟ لأنه مداحم وصبر، يحتاج لها صبر. والله لا يصبر على مواجهنا، ولا يصبر على بعض الكلام، ولا يصبر. بندر من يوم جانا ذاك اليوم وكسر العصا حقت خويه على الجدار، كسرها طع 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 طع. وش هذا؟ امسك نفسك، احنا قاعدين نكلمك ننقذك في شيء لمصلحتك، لا تقعد ثابت، لا تقعد ثابت. المهابدة هذه ما تصلح، المهابدة مهب لك، المهابدة تعرف من هي، لا تهابط علينا. احنا نكلمك ونعلمك يا بندر علي، نعلمك احنا، افهم منا وخذ الشيء الصح اللي يصلح لك، والشيء اللي تقول ما يصلح لك خله على جنب. اما تقعد تهابط وتهادر وتهذا، ايش بلاك انت كذا؟ تعال يا نواف اضحك. لا خلصت من الضحك علمنا.